السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. وزير الصحة ينتقد قطاع الصيدلة في موريتانيا ويقول إنه يشهد فوضى ناتجة عن سوء التسيير وضعف الترسانة القانونية. ندوة في نواكشوط تبحث العلاقة بين الدبلوماسية والثقافة بمشاركة عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين. السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تقول إنها ستعمل بكل ما أوتيت من صلاحيات على فرض احترام التشريعات المعمول بها. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. قال وزير الصحة الموريتاني أحمد والجلفون إن قطاع الصيدلة يشهد فوضى نتيجة تراكم عقود من سوء التسيير وضعف الترسانة القانونية المنظمة له. وأضاف والجلفون خلال مثوله أمام نواب الجمعية الوطنية للمصادقة على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الصيدلة، أضاف أن الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز أعطى تعليمات بوضع حد لهذا التدهور الحاصل في القطاع، وأن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات اللازمة لذلك. قطاع الصيدلة اللي هو ركيزة من ركائز النظام الصحي يشهد بشقيه العام والخاص حالة من الفوضى نتيجة تراكم عهود من سوء التسيير والتخطيط وضعف الترسانة القانونية والتشريعية المنظمة له، وكذا الغياب التام للمعايير الفنية، الشيء الذي أساء إلى نظامنا الصحي والذي أورثناه منذ سنة 2009. ولمواجهة هذه الوضعية أعطى فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز تعليماته السامية من أجل وضع حد للتدهور الحاصل وتأسيس قواعد صلبة لبثوق قطاع صيدلي وتموينه فعال ومطابق للمعايير. وفي إطار تجسيد هذا التوجه السامي اتخذت الحكومة عدة إجراءات. نظم مركز أمجاد للثقافة والإعلام ندوة علمية حول موضوع الدبلوماسية الثقافية، شارك فيها عدد من الكتاب والباحثين الموريتانيين. وتبحث الندوة العلاقة بين الثقافة والدبلوماسية متخذة موريتانيا أنموذجاً في هذا المجال، حيث قارن بعض المتدخلين بين ما كانت عليه دبلوماسيتها في الماضي وما أضحت عليه في الحاضر. هذه الندوة الدبلوماسية الثقافية موريتانيا نموذجاً تحاول أن تقارب العلاقة الوطيدة بين الثقافة والحقيبة الدبلوماسية. فالحقيبة الدبلوماسية في تصورنا يجب أن تحمل هذا الفكر وهذه الثقافة التي تعبر عن قيم المجتمعات التي تصدر عنها. وموريتانيا بلاد شنقيط كانت خير سفارة بالنسبة لها هي علومها ومعارفها ودبلوماسية اللوح والمحضرة قديماً، وهذه الدبلوماسية الجديدة لا بد أن تتعزز بمزيد من الحضور لموريتانيا انطلاقاً من جسور علاقاتها الأخوية والثقافية مع بلدان عديدة في المنطقة وخارجها. فالركب الشنقيطي الذي وصل إلى مصر وإلى السودان وإلى السويد وإلى تركيا وإلى بلدان الخليج وإلى المسجد الأقصى كان من خلال ذلك الركب الذي عبر عنه المختار بن بونا: ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا، قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بها نبين دين الله تبيانا. نظم بالعاصمة نواكشوط ملتقى بالتعاون بين الإدارة العامة للضرائب ونادي القضاة الموريتانيين حول موضوع النزاعات الضريبية. وقال المشاركون في الملتقى إنه سيمكن من الاطلاع على ثغرات قانون الضرائب وتقديم ملاحظات بشأنه، كما سيتيح فرصة تبادل الخبرات والتجارب بين القضاة وإدارة الضرائب في هذا المجال. تعالج موضوع مهم جدا لدى القضاة ولدى المواطنين ولدى المتقاضين بصورة عامة، وهو النزاعات الضريبية. إذا عنوان هذه الورشة اللي هي المعالجة القضائية والقانونية المعالجة للنزاعات الضريبية، لأن هذه النزاعات تخلق جملة من المشاكل
تنطرح على الفنيين، على القضاة. يحتاج القضاة إلى تحصيل بعض المسائل الفنية لحل هذه النزاعات التي تطرح أمامهم بين الفينة والأخرى، ولذلك لا بد من تبادل الآراء وتبادل المعارف وتبادل التجارب في هذه المسألة لحل حالة هذه النزاعات اللي دائما تطرح أمامهم. ثانيا، هذه الورشة ستعطينا مثلا فرصة كبيرة جدا للاطلاع على الثغرات الأساسية في قانون الضرائب وعلى المسائل التي يمكن سدها من خلال إعادة التشريع ومن خلال تعديل القانون، قانون الضرائب بصورة عامة. أكدت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الهابا في بيان صادر عنها على أهمية الالتزام بالتشريعات والقواعد المهنية، وانتقدت الهابا استغلال هامش الحرية من طرف بعض الصحفيين، مضيفة أن البعض يكيل التهم غير المبررة للرئيس الجمهورية ويوجه له أنواع الشتائم والقذف والإهانة ويحاول النيل من عرضه والإساءة إلى أفراد عائلته. وقالت الهابا إنها ستعمل بكل ما أوتيت من صلاحيات على فرض احترام التشريعات المعمول بها في هذا المجال، محذرة وسائل الإعلام من مغبة المساس بالقيم والمقدسات الوطنية والأمن والنظام العامين وبالمصلحة العليا للوطن. أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا، والذي تستعرض فيه رؤيتها للوضع الحقوقي. وتقول اللجنة إن التقرير تضمن توصيات لمعالجة القصور الملاحظ في الأداء الحكومي في هذا الملف. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي. استعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي وضعية الحقوق والحريات في موريتانيا، حيث اعتبرت اللجنة أن وضعية الحقوق شهدت قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة. التقرير قدم عرضاً شمل الحقوق الواجبة الصيانة سواء كانت فردية أم جماعية، واستقصى حسب العرض الذي قدمته اللجنة نطاق الحريات القانوني في التشريعات الوطنية والدولية، كما استقصى كافة أوضاع السكان والفئات التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان كأوضاع القصر والسجون على عموم التراب الوطني حسب عرض اللجنة. هذا التقرير يعكس بكل موضوعية وشفافية التطورات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان، ويشخص الوضعية بكل تجرد وبكل حيادية، ويقدم توصيات للسلطات العمومية من أجل تحسين الوضعية. واعتبرت اللجنة أن التقرير قدم التوصيات الواجبة للحكومة لأخذها بعين الاعتبار في كافة المجالات، ويلاحظ من خلال المقارنة بين تقارير اللجنة في السنوات الماضية أن ثمة تقدماً بالعمل الحقوقي وتحسيناً في وضعية الفئات المستهدفة بالخدمات التي تسعى اللجنة لتحسين وضعيتها تنفيذاً للقانون ورعاية لحقوق الإنسان. وتقول اللجنة إنها استقت مادة التقرير من فروعها ومن خلال معاينات ميدانية للواقع الفعلي، ثم عكفت على صياغة تقريرها لتقدمه للحكومة والشركاء الوطنيين والأجانب ليعكس صورة من الأداء العام لمواجهة تحديات حقوق الإنسان في موريتانيا في هذه الفترة. أكد المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية أن الحوار الوطني الجاد والبعيد عما سماه المناورات السياسية التافهة هو الحل الوحيد للخروج مما اعتبرها أزمة متعددة الجوانب، قال إن البلاد تعيشها. وأبدى المكتب التنفيذي لحزب التكتل في بيان صادر عنه تمسكه بالممهدات والآليات التي وضعها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من أجل المشاركة في الحوار السياسي. المزيد نتابعه ضمن هذا التقرير. عاصف هو بيان تكتل القوى الديمقراطية الذي خرج به المكتب التنفيذي للحزب بعد اجتماعاته الأخيرة كما يقول المراقبون، فلا حوار دون ممهدات المنتدى كما يقول التكتل في بيانه، مع انتقاد لاذع لطريقة الحكومة في التعاطي مع الحوار العالق. الأوضاع الاقتصادية العصية التي تثقل كاهل المواطن أمر أكد عليه الحزب في بيانه، محملا الحكومة الحالية ونظام الرئيس ولا
عبد العزيز المسؤولية التامة. الشقيق الأكبر لأحزاب المعارضة يقول المراقبون أن بيانه لم يخرج عن نسق الحزب في تعاطيه مع النظام وانتقاده لسياساته في أكثر من خرجة إعلامية لرئيس الحزب أحمد ولدادة وقادة الصف الأول، في ترقب لمآلات التكتل القادمة وما إذا كان سيعود لمربعه المفضل كما يقول المراقبون المقاطعة، وعدم المشاركة في أي لقاءات سياسية أو حوارية مع النظام الحالي الذي يؤكد التكتل أنه أدخل البلاد في نفق مظلم. بيان التكتل وإن جاء بعد رد المنتدى على عدم التعاطي مع دعوة الحوار من الرئاسة، فإنه يؤكد أن الطبقة السياسية المعارضة قد لا تجد طريقة مختلفة نحو الحوار. احتج عدد من سكان مركز فصال الإداري أمام القصر الرئاسي بنواكشوط تنديدا باعتداء عناصر من القوات المالية على بعض سكان المركز، تسببا في مقتل شخص وإصابة 2 آخرين. وطالب المحتجون السلطات الموريتانية بحمايتهم مما سموه الاعتداء المتكرر للقوات المالية على سكان المنطقة. اللي ندوروا صحنا ندوروا الدولة وبصفة خاصة رئيس الجمهورية، بما أنه ينقال له رئيس الفقراء ورئيس المظلومين، إحنا هذو مظلومين ولا أول مرة نظلمه. مشينا نبلغوا كلام مولانا نكتلنا، قوم الدعوة والتبليغ، مشينا نقروا للواح نكتلنا، مشينا نحصل الفضاء نعيشوا به نكتلنا، وإذا ما تلينا قابلين ولا تلينا مستعدين له ندولوا رئيس الجمهورية يوخل شورنا ويحل لنا مشكلتنا. يقول إن على نذول الجونات لا هي نحاكم وتحاكمهم مالي حسب القوانين اللي عندها، وإلا تحاكمهم محكمة الجنايات الدولية، وإلا الخيار الاخر اللي احنا ما نختاره. احنا اصلا سابق الاستغلال، مازال الاستعمار والدوله ما خالقه، نردوا عن روسنا موزنا مستعدين نقدروا نعدلوها. يا غير ذاك ما نختاروها به اللي الدوله خالقه. اليوم الصا والعبد العزيز يحل لنا المشكله على مستوى مالي، ينحكموا ذوك الجونات وينكتوا ورانا ما ندوروا الديه والفضه ما ندوروها. وراه قبل وزير ومشاه انه من مقاطعه باسكن ومرحبا به وسهلا بوصفه راجل من الباسكن وجاء وخاطر. يا غير ما مرحبا به وسهلا بوصفه ليحل مشكلتنا احنا يعطينا شمل. إلى شأن مفصل، حيث استيقظ سكان مدينة زوارات في الشمال الموريتاني صباح الاثنين على خسائر مادية وصفت بالكبيرة، خلفها حريق التهم محلات تجارية في السوق المركزي بالمدينة. الحريق وقع في ساعات متأخرة من ليل الاثنين، ولم تتمكن فرق الدفاع المدني من التغلب عليه إلا بعد ساعات. المزيد نتابعه في التقرير التالي. حريق يخلف خسائر مادية كبيرة في السوق المركزي بمدينة زوارات في الشمال الموريتاني وسط عجز السلطات والأهالي عن إيقاف لهيب النيران إلا بعد ساعات من تمدد الحريق. ألسنة اللهب أتت على بعض العنابر بالكامل، مخلفة أكبر خسائرها في العنبر الخاص بالمواد الغذائية ومحلات صغار الباعة في السوق. وتظهر صور نشرتها مواقع إخبارية تضرر أجنحة متعددة في السوق جراء النيران التي اندلعت بفعل تماس كهربائي كما يرجح شهود عيان. فريق من الدفاع المدني حضر إلى عين المكان لمباشرة أعمال الإطفاء، لكن الحريق كان قد تمدد ليصيب العديد من الدكاكين داخل السوق. السوق الذي يعرف محليا بسوق الحضرمي يعد أبرز المراكز التجارية في مدينة زويرات المنجمية أكبر المدن في شمال البلاد، ويرتبط النشاط التجاري في زويرات بحركة القطار من وإلى نواذبو وبحركة التجارة القادمة من الجزائر ومخيمات اللاجئين الصحراويين. رياضيا، خرج منتخب المرابطون الشباب من المنافسة على بطولة كوتيف الودية بعد خسارته بهدف لصفر أمام نادي أتلتيكو مدريد في مباراة جمعت بينهما في الدور ربع النهائي من البطولة. وكان المرابطون الشباب قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تحقيقه فوزين أمام المكسيك وفالنسيا وتعادل أمام السعودية في الدور الأول من البطولة. نتابع. خرج المنتخب الوطني من بطولة كوتيف بعد أن لعب 4 مباريات خسر 1 منها ليودع البطولة بشكل نهائي في الدور الربع النهائي
بهدف يتيم من أتلتيكو مدريد. خروج المنتخب الوطني من هذه البطولة في الدور ربع النهائي ترك القائمين على هذه البطولة يثنون عليه ويعتبرونه من خيرة المنتخبات التي قدمت نفسها في صورة البطل في محطة التصفيات. أول لقاء للمنتخب الوطني في البطولة كان أمام الأخضر السعودي، وانتهى اللقاء بهدف لمثله ليحمل المنتخب معه نقطة ثمينة لباقي محطاته في البطولة، حيث كان الشارع الرياضي الموريتاني وباقي المنتخبات المشاركة في البطولة لا يعتبرون المنتخب محطة صعبة حتى خرج بثلاث نقاط ثمينة من منتخب المكسيك عندما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، معلنا عن ميلاد منتخب جديد في بطولة كان يغادرها في أول محطة يشارك فيها. خفافيش الظلام وأبناء المستايا في المحطة الثالثة كانوا حريصين كل الحرص بعد إزاحة المكسيك، ودخلوا اللقاء بنوع من الحرص خوفا من أن يفاجئهم هذا الخصم المارد الشارد الذي لم يخسر بعد في كل محطاته السابقة. وفعلا وصل المنتخب الوطني في حصد النقاط، لكن هذه المرة الدور على أصحاب الدار. نادي فالنسيا يصطدم بالنجمة والهلال الذهبيين ويغادر البطولة بهدف ابن الأكاديمية الوطنية لكرة القدم فودي تراوري. المدربين والمدربين والانفراد والجول والجول الأول جول يا كبير يا الكوري محمد فال يفتتح باب التسجيل لموريتانيا. عرفتك سكر ووجهك غض وقلبك أخضر ودربك أخضر يا الأخضر الموريتاني، هو من يفتتح باب التسجيل في الدقيقة. ولأنه كما تدين تدان غادر المنتخب الوطني أيضا على يد أتلتيكو مدريد من هفوة دفاعية ليرد أبناء الدار بعض هيبتهم بعد أن عبثت بها أقدام أبناء شنقيط في محطات سابقة من بطولة. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. وزير الصحة ينتقد قطاع الصيدلة في موريتانيا ويقول إنه يشهد فوضى ناتجة عن سوء التسيير وضعف الترسانة القانونية. ندوة في نواكشوط تبحث العلاقة بين الدبلوماسية والثقافة بمشاركة عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين. والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تقول إنها ستعمل بكل ما أوتيت من صلاحيات على فرض احترام التشريعات المعمول بها. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش رد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة على رسائل الوزير الأمين العام للرئاسة. متابعة مريحة في أمان الله.